وهو قضية الاعتماد على المناعة. مناعتنا حسب الكثير من الأبحاث والتقارير تؤكد أنه هي السلاح الأساسي لمواجهة هذا الفيروس ولعدم تركه يعبث بأعضاء أجسامنا. طبعا ظهرت الكثير من النظريات والكثير من الحلول والكثير من المفاتيح، ربما قضية الأجسام المضادة والاعتماد على دماء المتعافين، وأيضا اليوم هناك دواء جديد، أو هو ليس بالجديد ولكن كفكرة لعلاج الكورونا هي جديدة، ريمدسيفير، يعني هذا الدواء الجديد أو الذي توجهت إلى الأنظار حول الكورونا أصبح حديث العالم. يعني حاليا نيويورك تايمز تتحدث، CNN تتحدث، الفاينانشال تايمز تتحدث. بماذا، هل هو فعلا بهذه الصورة الإيجابية وبهذه الفعالية حتى يحدث هذه الضجة؟ إذن ريمديسيفير هو دواء للإيبولا، والآن فيه تجارب لديسي كلينيك اللي راهم يعني يجربوا يكتشفوا ولا يفهموا بلي إلى هذا الدواء دواء اللي فعال في مرض الكورونا. هي نتائج في شيكاغو نتائج بدائية جدا، يقولوا بلي كل معظم المرضى اللي دواوهم بالريمديسيفير خرجوا من المستشفى بسرعة، لكن الجماعة اللي قدموا هذه الستادي حذروا أن هذه النتائج في حول عدد صغير من المرضى. إذن يجب أن ننتظر حتى تكون فيه الدراسة الكاملة، والدراسة الكاملة النتائج تاعها يخرجوا قريبا إن شاء الله، أظن على أواخر أبريل، أواخر شهر أبريل، وكي يخرجوا النتائج الكاملة ممكن ناخذ قرار النهائي، نقولوا هل هذا الدواء يحسن ولا لأي نسبة فعال في علاج مرض الكورونا، 50%، 100%، 90% إلى آخره. يعني